وين صرنا؟ ليه العنف؟ ليكي خبريني قديش طيبة هيدي شو اسمه هي شو كانت خبزة؟ خبزة ايه اللي اكلتيها هيدي مع الجبنة عليها وهي مثل البيتزا بس بالخبزة كيف؟ جردت عن جد؟ انت والشباب واضح يعني بس وتعرفوا شو المشكلة؟ بتعرفوا شو المشكلة يا حبيبي عنا؟ انه نحن صم الله هون شي 20 شخص، إذا أنا بس بدي أجي أعمل لكل واحد بيتزا يعني بنضل كل النهار. على كل حال اليوم في عنا فكرة كتير حلوة، كيف بدنا نعمل هيك بيتزا بالخبز العادي البيتا أو خبز العرب العادي، وبعدين عنا البيكاتا مع المشروم يا رولا بطريقة كمان كتير حلوة. يامي هلا خلينا نحكي عن الجمال طبعاً، بعدين عن الأكل لك على المعدة يلا لأنه بيكملوا بعض بالنهاية. على كل حال ثانكيو لإلك بنتي. خلصنا ضرب عنف اوكي يلا كفي؟ لا كفي يلا اوكي. على كل حال اكيد برجع لك بعدين. شاف هلا صارت معنا كمان جين حاضره بخصوص الجمال، تستقبل اتصالاتكم مباشره على الهواء، ولكن كمان رح نحكي عن الجسم كيف فينا نهتم فيه والبودي تريتمنت. بونجور. كيفك اليوم؟ الحمد لله كله تمام، نشكر الله. الحمد لله. هلا اليوم عطاني فكره الشيف كيف اعملهم، ما عندي خبزه البيتزا دونك بحط لهم هالرغيف بتعقد. وشفتها كثير بتشهي عن جد، ويا ريت بيعطيني شقفه انا وفالة. بده يرجع يعمل، انا يعني ما بنزعل اذا بدها بس شقفه يعني بيطلع لنا بعد. على كل حال فيكي تعملي بلبنه وبتعملي بجبنه وخضره من فوق. حنشهيهم كبودي تريتمنت، بنشوف اول صوره. يب. اليوم عنا يا ريت اتصالات كثير عن الستات اذا بحبوا يغنجوا حالهم كمان تيطلع لهم مساج عنا بالانستيتيو بشميس وبصيدا. اول شغله بتعرفي على الرونتري بنبلش التعصيب على المدارس على الاولاد نحن وعم نعلمهم، سو اول شيء الرقبه والكتاف بيتشنجوا. صح. نص ساعة مساج للرقبة والكتاف بتروح لنا كل ستريس بس بقيمة $30 30 دقيقة. سو كل الستات اللي عندهم ستريس قوي يمرقوا مرة بالشهر انتي ستريس بامتياز، وبذات الوقت بيربحوا صحتهم لأنه الرقبة إذا كثير بتعمل كرامب وفي كثير ستريس على المدى البعيد بصير عندنا تشنجات معقولة توصل لديسك بالرقبة، وهيك صار في يعني مش ديسك بالرقبة بس على الطريق إذا ما بعمل هول مساجات. طبعا أكيد. في عنا تاني صورة وإذا عنا اتصالات يا ريت تقولي لي. أكيد. اللي هو سكراب للظهر، بنعرف إنه السكراب بعد الشمس وبعد الصيفية كتير مهم. ليه؟ لأنه بنكون عم نشيل كل الكمخة، عم نجدد هالجلدة اللي تعرضت للشمس، وبذات الوقت اذا بعد في برونزاج بقوي اللون بيطلع اجمل وعم بضوي اكثر، خصوصا عنا بالسهرات بلبنان بيلبسوا بعضهم ديكولتي وظهر مفتوح، سو بيطلع الظهر كثير كثير حلو. الحلو بالسكراب هلا اذا عنا حبوب ضروري نعمل نتواياج للظهر. في عنا اتصال يلا خلينا ناخذه قبل. صباح الخير. بونجور. الو بونجور. بونجور. مين معنا؟ يا اهلا وسهلا. معك رامونا. رامونا، رامونا من صيدا؟ يا اهلا وسهلا. بدي اسال، انا مخلفه 3 اولاد. ايه. وصار عندي هيك ترهل بالبطن. طبيعي. شو بدي اعمل؟ اوكي. يعني بدي شيء انا يضمن لي انه تحسن. اوكي. في عندك شيء فات على البطن يا ما بس ترهل؟ لا هلا انا بمشي كل يوم ساعة. برافو يا شطورة. بس قديه بضعف بس بضل في ترهل. في ترهل، هلا طبيعي وقت ناخذ وزن يما وقت ينفخ مع البيبي. رامونا شو العيلة بالاول؟ كوسراني. كوسراني؟ اوكي. وقت ناخذ وزن بالبطن which is normal حتى لو اخذنا 9 كيلو مثل بالون عم بتعبي، وقت يفضى بيصير في شوية تجاعيد. دونك طبيعي يصير في هيدا اللي عم نفكر فيه. اللي بنعمله هو فيرمينج للجلدة بالراديو فريكونسي. حقدم لك جلسة بكرة أنا بصيدا، امبارح كنت بصيدا، كل ثلاثة وخميس بطلع، وبكرة إن الله راد بصيدا بنشوف سوا جسمك. بقدم لك جلسة راديو فريكونسي، فينا نعمل كمان ميكرو كورنت، فينا نعمل الفيرمينج. بدي أشوف قديه في عنا ترهل بالجلدة، وفي عنا كومبينيشن اللي هي FA2 مع كل هيدول، هيدا اخر اختراع بنشوفه شهر الجاي بلاس فيغاس بحلقات امريكانيه. سو ضروري اول شيء نشوف لك جسمك، بقدم لك سيونس، وبعدين بنحكي كيف نمشي بطريقه هالجلده ترجع تشد وتصير احسن مما كانت.
اوكي رامونا لكن كوثر فاذا كفي اكيد من كفي الجام. هلا لكل الستات اللي ما فاضيين يروحوا على بيوتي سنتر ويتغنجوا ويغنجوا حالهم بالبيت، دائما بنقول انه ما معنا وقت، بس للشاور ما في حدا ما بياخذ شاور. سو حنشوف هلا جون، هلا نحن كل الستات اللي بيجوا لعنا على الانستيتيو ها كمان جايبتها من امريكا، في جون خصوصي بنعمل لهم سكراب لجسمهم وبياخذوه معهم على البيت حتى نحمسهم بالبيت يعملوه. هيدا الجان بشلك كل الكمخه، بتحسي مش بس انه ليفه عم بتليفي، مثل سكراب يعني اللي عندها سلوليت. فينا نشتري هيدا؟ اكيد بتشتري من عندي. عندكم منه؟ ماشي ب 5 دولار، بس بنقدم لك اياه كادو مع السكراب، شو رايك هيدي العزيمه؟ مش غلط. كثير مهم هيدا يكون عندنا بالبيت، انا عندي اياه بالبيت، يعني ما الي جلاده روح اعمل بالانستيتيو، بحط شوية سكراب كمان شاريه حقهم شي 40 دولار، بقضيكي كل السنة مرة بالجمعة. برافو. مع هيدا بتفركي بتمشي الدورة الدموية وبذات الوقت بتكوني عم بتخلي جلدك بتعقد. عنا اتصال؟ عنا اتصال. صباح الخير رولا. شو اسم الدموازيل اللي معنا؟ لذيذ. كارول. طب بتضلها لذيذة، حرام كارول. كارول منين؟ حمينا. من حمينا. كارول شو العائلة؟ سعد. سعد شو سؤالك لنا؟ في اول شيء في شغلتين. اوكي. التشققات. تشققات لون زهر يما زهر يما ابيض؟ ابيض. ابيض اوكي. ايه وسؤال ثاني التشنج بالرقبه بسبب شغلي بالمدرسه يعني سوبرفايزر ونشر. كارول حق اعطيكي اول دواء كادو اللي هو للرقبه وللكتاف، كادو نص ساعه مساج فيزيوثيرابيست بتفكفك لك كل هالعقد وبتروق لك اياهم، بتروحي ثاني نهار على المدرسه بدون ما تعصبي، رايقه كثير مبسوطه. ها اول كادو. ثاني شغله اللي هو الستريتش مارك، كل شيء اسمه ستريتش مارك لون ابيض للاسف لهلا ما بيروحوا. هلا كمان انا ودكتور رضوان مشموشي عملنا شفنا كومبينيشن بامريكا بكل الحكماء ببيفرلي هيلز بيستعملوا هالكومبينيشن. اول شيء حنجربها على ناس من عنا نعرفهم ومنشوفهم كل يوم يعني بيقربونا، من بعدها اذا نجحت هالتجربه فينا نطلق صراحة هيدي الكومبينيشن على الهواء، وفينا ساعتها نقول انه مينيموم 50% بناخذ ريزلت، بس للاسف لهلا ما في شيء طلع عالميا لا ليزر ولا تريتمنت بشلك هالستريتش مارك البيض. الحمر اذا اول ما خلفنا يما في مثلا ست يما بنت صغيره نصحت وصار في عندها ستريتش مارك، في شيء اسمه فوتو ريجوفينيشن لستريتش مارك بيخففهم 50%. سو خلينا ننطر هالكومبينيشن اللي بدنا نعملها، حنعمل على 5 ستات من كل الاعمار ستريتش مارك كثير قديمه ونشوف اذا لقينا نتيجه اول وحده حنعزمك عليها. مش غلط، حلو كثير. نسبة بنكفي اكيد كمان مع مع سكراب بالزعتر. يا شو حلو. حنشوف هالصوره هلا. في هيدا انا جايبته من باريس مش من امريكا، كثير ريحته حلوه بتشمي ريحه الزعتر، الكومبينيشن بقلبه مش بس زعتر، في زيوت طبيعيه بينعمل. شو بيفيد اكثر شيء هيدا؟ بيعطيك رونق للجلد، بتطير العقل وبذات الوقت بجدد لك الخلايا، بخلي الجلد فيري سوفت، بخليها ترجع ريجينيراسيون، بترجع مثل لورا، يعني مازال ما تبين جلدي عمرها، عمري انا 47 بتبين جلدي عمرها 40، يعني بتبين جلدي انعم. وها لاحظتها في كثير ستات بشوفوا انه مثلا وحده من عمري مبين عمرها، بس اذا بتشوفي غير جلدي بتقولي لا مبينه اصغر ب10 سنين. سو قد ايه بنهتم بايدينا بظهرنا بجسمنا بوجهنا، قد ايه بنقول نحن هلا نحن بلبنان انه مش كثير متفائلين، بس العالم بامريكا واوروبا بيفكروا كيف يعيشوا لسنه المية للمية بجود شيب طبيعيا باكل صحي بسبور واكيد بتريتمنت بيعملوها بالبيت مش بس بالانستيتيو. حلو. سو هيدا التريتمنت كثير كثير حلو.
هلا نجربه. هلا هو تغنيش كامل يعني السكراب مع مساج مع اويل جايبينه من الهند. وقتها كنت بانديا في عده اويل كمان بينقوا هن الريحه اللي بتريحهم اعصاب واكيد بتكون كثير منيحه للشغل. من اهم الزيوت عندهم بالهند. ايه عرفت انه انا كنت بالهند وعملت المساجات اللي ما معي حق وقتها احكي فيهم. معي حق. ايه اكيد. طب تعي اعملي هون عنا بالجنبيزة بصيدة. على قليل اذا انه اشتقت ما برجع بحطكت لحتى اروح تجي لعندي دغري. تجي لعنا. هلا في اخر وحده صوره اللي هي المد. بنعرف بهلا بوقت الخريف في كثير ستات بيعملوا ارتروز يعني اوجاع بالمفاصل. المض هو دواء بامتياز خصوصا تريتمنت وقت نعمله عندنا بالانستيتيو بجميز وبصيدا لانه بنحط مثل شي شوفون بفوت بقلب هالمض اللي بنجيبه من البحر الميت في مواد 21 نوع مينرالز بفوت بقلب الجلده بغلغل بهيدول المفاصل بيروقهم بيروق الاوجاع دونك ما فينا نقول بس بيعطينا جلد متعقد كمان بخفف لنا من الاوجاع اللي معقول نعاني منها هلا وقت نكون بلش بين الصيف والخريف الخريف بين الصيف والشتاء يعني الخريف ببلشوا هاوي الاوجاع دونك بخفف لنا من هيدول الاوجاع كمان ساعه ونص تغنيش بقيمه 100 دولار وبنقدم لهم سوا كادو. واو يعني شو ما تكون احلى من هيك تصلوا. ايه اليوم الاتصالات قليل. هلا سنت جمعه الماضي حكينا عن ستات من صغرهم 5 سنين فتنين ربحوا معنا بشوفون شهر الجاي على التي في لانه قبلوا نصور ان كان ليفتنج فيس ميكرو كارنت وكثير اشياء حلوه وللجسم كمان ضعفناهم. هلا لكل اللي ما لحقوا يتصلوا فينا لانه بيقولوا لي دائما انه كثير في عجقه على التليفونات وما بتعلق بالهين كمان فيهم يلحقوني على البيج ويعطوني كل شيء اللي حضروه اليوم كمان بيطلع لهم 5 ستات نقيهم على البيج كادو ينقوه هن شو عبالهم من اللي شفناها بالحلقه. وايمتى عرف نفتح بالشمال؟ اول شيء صراحه بلشنا بديكور بعبده قريبا الله راد حطيتيها على جنب لا 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 لانه اون برانسيب اذا كل شيء تمام بعد 3 اشهر جبال ان شاء الله الله راد ان شاء الله اذا الله راد بتوسعي بجبال فاذا ببعبده كمان هلا عن قريب قريبا ان شاء الله اذا الله راد. Thank you. يعني جود لك شو بدي اقول لك احلى من هيك يعني نحن بنتفائل بلبنان طبعا نحن لبنانيه ودائما لقدام قد ما يشدوا فينا لورا مش هيك شايف بالنهايه يعني نحن كلنا سوا لقدام واحد لازم يحب حاله ويحب حاله يعني يهتم بحاله بجسمه بشكله مساجات ما في احلى من هيك يعني واحد بيطلع بس عارف ايه بكفي نهار ورخيها فيك ترخيها ب$5 يعني بوز فيرني بتروحي على انستيتيو ما عم بحكي بس عن تبولي كل الستات بيكونوا مبسوطين عم بيتغنجوا وبيغيروا جو وبيقرقروا اكيد انا بدي اتشكرك طبعا لليوم وللتبس اللي اعطيتينا اياه والجمعه بنشوف والجمعه ان شاء الله بنشوف فيك رح نتوقف مع فاصل علينا ومن بعدها بتنضم لنا غيدا بسينما.